تم بحمد الله في هذا اليوم المبارك الذي يصادف الذكرى المجيدة لعيد الاستقلال البلد الحبيب. فهذا المركز هو الرابع من نوعه في جهة ديال مراكش لمؤسسة أمل، وإن شاء الله مراكز أخرى ستفتح تنسيق مع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ووزارة الصحة والجهة ديال مراكش، وإن شاء الله غادي يكون على غرار ما فعلناه في جهة الدار بيضاء سطات. المراكز فاقت 10 مراكز على مستوى الجهة، فإن شاء الله هذا المركز اللي تيحتوي على 16 آلة واللي غيمكن يغطي حتى 90 مريض غيكون إن شاء الله في خدمة الفئات المعوزة، وسيصادف أيضا البداية ديال مشروع الحماية الاجتماعية اللي أسسه سيدنا الله ينصره، وهو يوازي الورش الكبير ديال المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. والحمد لله هادو توجيهات ديالو حفظه الله العناية بهاد الفئات المعوزة اللي ما تتقدرش توصل الخدمات الاجتماعية الأساسية، وخصوصا هاد الفئة من المرضى ديال القصور الكلاوي. فاحنا غاديين سائرين في الخطى على الخطى ديال سيدنا الله ينصره، وما غاديش نوقفوا إن شاء الله تعالى. وإن شاء الله مع نهاية هاد السنة غيكون واحد غنوصلوا 28 مركز على المستوى الوطني، زيادة على ما نفعله بتنسيق مع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية على مستوى الدول الإفريقية في إطار التعاون جنوب جنوب. وهذا تبين العلو والكبر ديال المؤسسة أو ديال البلاد ديالنا الحمد لله، اللي هي من أقدم وأعرق المملكات على صعيد العالم. وهذا الحمد لله تبين أنها عندها ثوابت تدافع عنها بشدة وتقف عليها، وهي أساس الاستقرار والطمأنينة والأمل اللي تنعيشه في بلادنا. أشرف السيد ولي جهة مراكش أسفي عامل لعمالة مراكش على تدشين مركز في الدم بجامعة مشوار القصبة بشراكة مع فونداسيون أمل للعناية بالأشخاص يعني اللي يعانون من القصور الكلوي. وهذا المشروع الكلفة الإجمالية ديالو تقارب 13 مليون درهم، ساهمت فيها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بحوالي 3.5 مليون ديال الدرهم، إضافة إلى مساهمة جماعة المشوار القصبة وبشراكة كذلك مع المديرية الإقليمية للصحة على مستوى عمالة مراكش. هذا المركز جاء باش يعزز البنية استقبال مرضى القصور الكلوي المزمن على مستوى عمالة مراكش، وترفع الطاقة الاستيعابية ديال يعني الطاقة ديال الأسرة وديال آلات ديال تصفية الدم على مستوى العمالة يعني في إطار الشق مع الجمعيات ولا على مستوى وزارة الصحة إلى ما يقارب 96 جينيراتور. وهذا غادي يمكننا باش أنه ما يكونش عندنا يعني مرضى في لوائح الانتظار، وكذلك يمكن يستافدوا منه مرضى اللي خارج عمالة مراكش.